السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا مزيان على خير وبخير. عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير. اول عيد اضحى غدوزوا معي في القناه وغادي يكون في دار للا، فمرحبا بكم معايا ويلا نشوفوا المقتطفات ديال هذا العيد هذا. فبصراحه اول حاجه كيبداو كنبداو بها، يعني حنا كندبحوا في الكراج ديالنا. دونك بالنسبه للحولي انا ما كيعجبني لا راس ولا رجلين وما كنقدرش نحاديه بصفه نهائيه، اعتذر، لان خليت لاله هي اللي كتصايبو. ومن هذا المنبر قالت لكم السلام. فبصراحه انا ما كيعجبنيش نهائيا لا نحاديهم او لا لقيتهم، فوبيا منهم. فاحنا كنديروا جوج الحواله، هذا هو العيد ديالنا دائما. اول حاجه كنبداو كنشوطوا الراس، يعني غير فاتحين لهم الراس والكرعين تنصيبوهم هما الاولين، كما كنقولوا نزل الفيتن، يعني كنشوطوهم وكنشوطوهم غير في الباتشيو، حيت عندنا في البرومي عندنا الباتشيو دونك فيهم فاش كنصيبو. اما دابا انا غادي نهبط للكراج لتحت، ولكن ما غاديش نطلب طبيعه الحال، السياسه ديال اليوتيوب ما كتبغيش الدم، وكذلك انا بنفسي ما كنبغيش نشوف المناظر، لكن فقط غادي نهبط باش غادي نهز داك الكبده اللي كانوا كيوجدوها ليا في كتاب قشط لي اللي هي القصعه. فهنا طلعت الكبده ديالتي والريه والمصران والكرشوطه، يلا مع بعض نصايبوهم. هنا كتبدا الفرحه ديالتي ديال العيد. من بعد ما كيساليو دوك التمهيات، يعني كنخليو كل شيء لتحت انا ما كنشوفهمش، عاد كنطلع كنبدا كنصايبو الحويجات. فانا التكلفه ديالتي دائما في كل عيد هي هذه في العيد مع لالا. فاول حاجه كنشوف كنهز الشحمه، وخصوصا الشحمه ديال الكلاوي بالنسبه اللي بغى يصايب الخليع. اما بالنسبه لي انا فكنحتاج غير هذه اللي هي رقيقه كما غتشوفوا معايا. غادي نغسلها وغادي نديرها على الباب اللي غنوضع تحت منها واحد المنديل اللي هو نقي، باش هكا تنصايب بها بولفاف. اول حاجه كنبدا بها هي هذه، فالشحمه تنغسلها، كنغسلها انا كامله، كنحيد منها غير اللي كتكون رقيقه بحال هذه. فدابا ندوزو للكبده. فالكبده غادي نغسلها، تبارك الله الكبده ديالته كانت كبيره، كان حنين 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 بزاف. المهم غادي نشعل الفاخر هنا وغادي نخليه حتى يشعل مزيان، وتحيد منه ديك الزرقيه ديالته باش اللي كضر في الراس يشعل مزيان، وديك الساعه نرجعوا ليه. فهاد الاثناء هادي غادي ندوزو نصايب الحويجات اللي باقيين واللي هو القلب. فصراحه القلب ديالو ملي تنشوفوه ما تيجي شي شكل، يعني ضروري خصكم تفتحوه ملي تصايبوه باش تحيدوا منه دوك الدميات كاملين. وهنا غادي نصايب الكرجوطه، بصراحه الريه خرجت لي خايبه، رميتها كامله، بقات لي غير الكرجوطه. صافي. بالنسبه للكبده، الطريقه باش كنصايبوا الفاف هي هادي، يعني كنتقبل الكبده على جوج جهات وكنديرها في الشوايه ديالتي، ثم كنوضعها كتشوى غير واحد شويه بحال اللي تنخرج منها داك الدم، وفي كل مره كنقلبها باش كيتحيد منها دوك الدميات كامل اللي تيكونوا فيها، باش هكا كيسهل عليا اول حاجه نقطعها بلا ما تفرتت، وثاني حاجه كنحيد منها الدم اللي كيكون خايب انكم تاكلوه وهي مازال كتجري بالدم لداخل. من بعد ما ساليت شويه ديالها فكنبدا كنقطع فيها، كنقطعها بحال هكا شرائح طويله ثم مربعات اللي كيكونوا، نخليهم شويش كبارين، ما نحاولش نقطعهم صغار باش ما يديروش معايا، ما يلبسوش معايا ملي نشويهم. فالطريقه ديال العطريه انا كندير غير الملح بوحديتها والبزار، او عفوا والكمون، يعني ما كنضيف حتى شي عطريه اخرى. الملح والكمون كيكون نكهه رائعه، اللي بغى يضيف شويه ديال العطريه ممكن يدير قزبر معدنوس ويدير شويه ديال البزار، فهادشي اللي كيعطي نكهه زوينه البولفاف باش يجي زوين. طريقه باش كنصايب بولفاف دائما هي هذه. فبعض المرات كنقطعو كنبقاو كنصايبو كل حبه بوحديتها، كنلفوها في الكبده باش تبقى رطيبه وعاد كنصايبوها في القطبان، لكن كنفضل انا هاد الطريقه هذه لانها كتجي سهله بصراحه وزوينه للمعكازات ولا العريسات اللي اول مره غادي يمشيو يصايبو دوزو العيد ديالهم، فزوينه زوينه بزاف. هادشي ما كيعنيش انني معكازه،
ولكن فقط باش كنساليو دغيا وكنسربيو دغيا. فممكن اللي تتعجبو تكون الكبده رطبه بزاف وكيجري منها شويه عاد داك الماء ديالها، فيجمعهم بحال هكا ويلويهم في الشحمه. هذه هي الطريقه، لكن الطريقه اللي كنبغي انا باش يجي ما يجيوش فازقين بزاف وما يجيوش قاسحين، هذه الطريقه انني كنجيب شويه كنوضع عليها الشحمه وكنستف عليها القطبان ديال الكبده ديالي، وعاد كنوضع عليهم شحمه اخرى وكنبلع عليهم شويه. وبهذه الطريقه كنكون سالين الملفاف ديالي ساهل وبسيط. صافي، من بعد ما ساليته في الشوايه ولا صايبته في الشوايه غادي نحطو على جنب حتى يسالي الذبيحه ديال الحولي الاخر ديال الجيران، وندوز نوجد الغداء اللي حتى هو كنصايبوه بالكبده ديال الحولي الثاني، وغادي نوريكم الطريقه ديالها. لكن قبل من هادشي يلا ندوزو نشويو الاول الكبده ديالتنا. دابا كنحطو كنبدا كنشوي فيه. هنا فقط واحد النصيحه، لان الشحمه كتعطي النار العافيه تكون كثيره، لذلك حاولوا ما امكن تشويوا على برا، وما تحاولوش تجربوا هذه الطريقه في الدار، اولا خصكم تبعدوها على شي حاجه اللي غتلصق فيها العافيه. والنصيحه اللي غادي نعطيكم بالنسبه للمعكازات اولا بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش يشعلوا الفاخر، فقط واحد الغش اللي هو بسيط، انكم كتاخذوا قطعه صغيره من الشحمه وكترميوها في العافيه، هادشي تيخلي العافيه تتشعل دغيا وما كتعطلش معكم. فهنا عطيتكم واحد لاستيس وما تقولوها حتى واحد. من بعد ما كلينا الشوا ديالنا كندوز كنوجد المرميطه اللي كنوضع فيها الكبده بوحديتها. في الاول كتقلى حتى كتقلى مزيان، عاد كنضيف ليها البصله اللي قطعتها مع القزبر ومعدنوس والثومه، وكنخليهم كيتقلاو لان الكبده كتلق الماء ديالها. ديك الساعات كنضيف العطريه وكنضيف طماطم مركزه، معلقه صغيره فقط اللي كتعطيها بنه رائعه. بالنسبه للعطريه استعملت البزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الخرقوم. فمن بعد ما كيتقلى مزيان كنجيب الماء اللي كنكون غليته وكنضيفو للمرميطه ديالتي حتى كتقريبا كيتغطى، ما نحاولش نغطيه بزاف، وديك الساعه كنرد عليه الغطاء وكنخليه يطيب على نار كتكون متوسطه حتى المهيله على خاطرو. وفي هذه الاثناء هذه ندوزو نوجدو حوايج اخرين. فبالنسبه للكرشه فغسلتها لله، فقط كتكبي الماء طايب عليها وكتحكيها بالتنجريها بالموس حتى كتبقى بحال هكا، يعني ما نحاولوش نخليوها بيضه كامله، نخليو فيها شويه ديال النكهه. ثم كنديرها في مرميطه كندير لها الماء وكنخليها غير تغلي، ما نحاولش نطيبها، غير تغلي غليه الاولى، كنصفيها من الماء ونخليها تبرد، وعاد كنوضعها في الاكياس باش نخزنها في الثلاجه اولا في كونجيلاتور عفوا. فمن بعد ما سالينا تمارا كنغسل الميعنات، نغسل الكوزينه ديال لالا كامله، وديك الساعه ندوزو نقطعو الحولي، وديك الساعه ندوزو نتعشاو. فبصراحه كما كتعرفوا في نهار العيد راه ضروري كتتعشاو باللحم وغتفطروا باللحم وغتغداو باللحم، فهذه طبيعتنا حنايا اليومين الاولى ديال العيد. فبصراحه انا ما كليتش من الصباح حتى الليل شويه اللحم، وهو اللي باش تعشيت لانا لا راجلي لا وليداتي لا 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 شيخي، دونك هذا هو كان عشانا هو الشوا. الشوا من بعد نحط لكم ان شاء الله الطريقه ديالته. فانا كنديرو مع الفلفله وكنعصر فيه الحامض باش كيعطيه نكهه زوينه. فالصباح كذلك فطرنا بالشوا ودوزنا نهار زوين بصراحه، واخا كانت فيه تماره ولكن نهار زوين. وليداتي وراجلي كيستناو ومازال غتجي لالا حتى هي ومرات جدو. هذه الدار الكبيره، يعني ماشي دار بوحدي، دار الكبيره. دونك غادي نفطروا مجموعين، والفطور الريفي هو هذا. فالقطبان حنا ما كناكلوهش عادي، كناكلوه في الطباصل مع زيت الزيتون. من مر الفطور بما ان كاين موجه كورونا فغادي نديروا دوره صغيره نخليكم مع مقتطف. ما هو حال جميع العرب المسلمين، يعني كنفطروا بالشوا.
فضروري ملي كضيف غتفطر بالشوا، هذه بنتي الصغيره كتسخن لكم الخبز للضياف اللي غادي يحضروا للعراضه. فالعراضه دازت زوينه بصراحه من المنبر، شكرا بزاف على العراضه. نخليكم مع الصور ديال العراضه، ولكن قبل ما يسالي لا فيديو ما تنساوش ليا اللايك لا فيديو والسبسكرايب الا كنتوا اول مره كتزوروا. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.